سد الملك طلال مستقر ومنتهى مسير نهر الزرقاء، لكن لرحلة النهر خفايا وأسرار على مدار عقود نحتتها السنين وخلدها التاريخ ويرويها الإنسان. نهر سيل يمشي بعدة مدن أردنية، القديم نقي والحديث ملوث، جار عليهم الزمن والبشر. نهر الزرقاء ما باح بسره إلا لأهله وعرفوه باسم مشرع الورادات. سيل الزرقاء أول شيء هو ينبع من رأس العين، وله روافد مثل عين رازال، وعلى جنابه من هان وهان فيه ينابيع كثيرة، وكان يعني غابات، حتى يروى أنه كان مسكن للأسود، وكانوا أهله اعتاشوا على الزراعة، زراعة الحبوب وزراعة البرسيم للحيوانات. كانت المية يروى الأرض بغص يسوي سدود على المية ويأخذوا قني من السدود ويروى الأرض. تلوثت بعد 70، بدأ التلوث يجيها، وبدأ النشاف فيها من سنة 70 حتى وصلت للـ80 كانت ناشفة نهائيا. طبعا بسبب المصانع وبسبب الشغلات كله كار صار تلوثت. طبعا اعتمادهم على المية اعتماد رئيسي ما في غيرها، والمية كانت نظيفة منين مجيت تشرب، وكانوا يروا فيها الأراضي بواسطة السدود، بداية على يسووا قني ويسقوا الأراضي، وكانوا يزرعوا الحبوب والذرة والبرسيم للحيوانات. السخنة كانت جنة من جنات الدنيا، وكان فيها العين هي رافدة كمان لنهر الزرقاء، وكانت تروي أراضي حوالي 3 كيلو بالمزروعات، وكان فيها أشجار الفواكه. كان الملك عبد الله الأول كان يجي عدة مرات يشم الهواء في السخنة، يعني بغابات السخنة. أضفاف نهر الزرقاء تغطي المساحات الخضراء جانبين النهر، تروى من مية نقية ومن عيون مصدرها بطن الأرض ما لوثها البشر. جفت مية نهر الزرقاء على مدار السنوات الماضية وتلاشت، ويبدو أنه الرقعة الزراعية الخضراء بالصيفة أيضاً رح تتلاشى. شو أسباب تلاشي هاي الرقعة الزراعية؟ شو مشاكلها بالأيام الجاية اللي رح تواجهكم؟ المشكلة إحنا أنه صار في اعتداء على الأراضي الزراعية والرقعة الزراعية من مساكن تحويلها من زراعة إلى تجاري وصناعي. هاي أدت إلى أنه قلت البقع الزراعية عندنا في المنطقة هاي، وهي إذا بتظل على هذا النمط ما رايح تلاقي بعد عدة سنوات أي بقع زراعية أو أي قطع زراعية في الصيفي في المنطقة كاملة، رغم حاجة المنطقة لهاي المنطقة الزراعية كمتنفس لأهل الصيفي، ولتعدادهم كما بتعرف حوالي أكثر من 1 مليون شخص يعني. وما في عندنا في المنطقة رقعة زراعية غير هاي المنطقة الموجودة هسه من موقعنا هون، حوالي أبو 2 كيلو، قدر حوالي 150 دونم فقط من اصل الاف الدونمات كانت في السابق. كم مزارع بيستفيد من هذا من 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 العيون اللي بتصب بنهر الزرقاء قديما؟ هم حاليا يعني حتى المزارعين تلاشوا، لانه صار في بس تحولت لزراعي وتجاري، تلاشوا المزارعين. هسه بقي عندنا حوالي 15 مزارع فقط من اصل كانوا هم وعائلاتهم يشتغلوا، كان فيها اكثر من 100 مزارع الصيفي على امتداد السنوات الماضيه، يعني بتحكي انت من قبل الـ80 المناطق هاي كلها كانت كلها منطقة زراعية، من وادي عبدون بتمتد لسد الملك طلال، هاي كانت كلها مناطق زراعية وتكثر فيها الينابيع. الآن ما فيش يعني الينابيع خفت، وبرضو العدد السكان والقاطنين فيها خفوا، والمزارعين قلت إنتاجيتهم وقلت الأراضي. مشهورين بزراعة نوعين يبدو من 1949، والدك إجا على هاي المنطقة، مشهورين بزراعة نوعين من الزراعة هون في هذا المنطقة، إيش هما؟ الموسم الشتوي اللي إحنا حالياً فيه هو أكثر إشي، إحنا بنزرع الشمندر وبنزرع اللفتهاي والجزر الأسود اللي هو طبعاً مش موجود إلا بمنطقتنا، وأصله كان ينتج من منطقة الصيف. بالصيف بنلتجئ للزراعة الثانية، يعني ممكن بطاطا، ممكن نزرع يعني كزبرة، فجل، شغلات حشائش ممكن على الخفيف يعني. حلو ترحال واستقرار على هالنهر الضارب في القدم، مجرى المي جمع حواليه ناس من كل حد بصوب، قرر كثير منهم يتمسك بأرضه الخضرة وما يبيع شو ما كان السبب. بقي جيران النهر شهود على كل ما صار وجرى على هالأرض. قديش في عين عمي على 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 امتداد النهر الزرقاء هذا قديما كانت؟ من رأس العين عمان
وتوصل لجسر الزرقاء. ما شاء الله كلها أنا بيها. ما شاء الله قطعة الأرض هاي إلك اللي على امتداد النهر الزرقاء. إلي ولأخواني. إلك ولأخوانك. أي سنة كنتوا فيها تزرعوها وتقلعوا فيها؟ إحنا من 45، إحنا من جينا الصيفة من 22. من 22؟ من وين جيتوا؟ من طبعاً مشكلة الحرب العالمية الأولى. آه. سورية عن طريق جرش. واستقريتوا على نهر الزرقاء؟ استقرينا على أساس المية وافر والأرض وافر. اليوم بتزرعوا أرضكم بعدكم أولادك بعدهم عندهم متمسكين ما في بيع؟ لا ممنوع. ما بتفكروا؟ لا. هون بلوى الهاشمية دخلت المي العادمة على مجرى نهر الزرقاء القديم، لكن الحياة ما انعدمت بالنهر وظل السمك يعيش فيه هناك من يصيده. صار لي بصيد سمك فترة 5 سنين، يعني ممتعة وهواية إنه صيد السمك. في سمك حفافة، في سمك قشرة، وفي سمك مشط، وفي بلبوط. إحنا أنا بصيده بوديه عبرك، بعمل بطحنه وبعمله علف للسمك، ما بخلطه مع علف وبطعم السمك فيه. يحكي هالنهر تاريخ طويل بقي شاهد عليه، تأثر كثير ونضبط كثير من عيونه، بيحاول اليوم إنه ما يلفظ آخر أنفاسه بانتظار الاهتمام به من الإنسان.